السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نادي الأصدقاء. نتمنى طبعا أنكم دائما تستفيدون مع الفقرات اللي راح نقدمها لكم اليوم بإذن الله، وتتعلمون منها طبعا أشياء مفيدة. احنا الحين في انتظار اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة واللي هو 54181 54181، اتصلوا لنا علشان طبعا تفوزون بجوائزنا، في نفس الوقت أيضا أصدقائي يجاوبون على أسئلتنا. والحين رحبوا معاي صديقي وصديق البرنامج جينكوز. داش وتغني، وبدال الموسيقى الجنكوز اللي نعرفها واصدقائنا يعرفونها، داش مشغل لي اغنيه القرنقعو وتوزع حلويات وكيس قرنقعو. بقى مشقوق بعد الكيس، بعد ما اعطيني كيس خربان. ايش فيك يا جنكوز؟ قرنقعو اي قرنقعو الحين اليوم القرنقعو جنكوز؟ لحظه الحين انا ابي منك تفسير، اي قرنقعو؟ نعم يا جنكوز. صحيح، انت الحين كلامك صحيح، ان الاسبوع ان شاء الله من الاسبوع الجاي بنبدا برمضان، صح؟ ومن اول ما ندخل برمضان يجي القرنقعو ولا ما تعرف؟ صح، ما تعرف. انا بقول لك يا جنكوز، وبقول حق اصدقائنا، طبعا اصدقائنا تحتفل قطر بليله القرنقعو في النصف من شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر طبعا هذه المناسبه الاجتماعيه عاده شعبيه من الموروثات القديمه اللي تتناقلها الاجيال وينتظرها ايضا الاطفال والكبار. القرنقعو هي سله كبيره طبعا مصنوعه من سعف النخيل، يحملها اطفال الفريج ويطوفون طبعا بها على ابواب سكان الفريج، ويطلبون منهم طبعا المشاركه بوضع خليط من المكسرات فيها. سمعت يا جنكوز؟ لحظة، الحين سمعت؟ وعرفت القرنقعو متى؟ متى يكون؟ رمضان. صح، في نص شهر رمضان، صح؟ نصف شهر رمضان، ليلة ال 15 من رمضان. صحيح؟ صحيح يا جنكوز. طبعا أصدقائنا بآخر هذا الشهر إن شاء الله راح نستقبل أفضل شهور العام، وهو شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله طبعا الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا. وطبعا أصدقائي مو بالمقصود بالصوم فقط هو الامتناع عن الطعام والشرب، ولكن هو طبعا ترويض للنفس. بنتكلم إن شاء الله خلال حلقتنا اليوم في أشياء تخص رمضان مع كل أصدقائي اللي راح يتصلون معاي، ونعرف أيضا قصة كل واحد فيهم. بس في البداية خلونا نروح ونشوف من خربوش، صح ولا لا؟ اذا اول صديق نبدا معاه اليوم خربوش، خلونا نشوف شو مسوي لنا هالاسبوع. Thank you.
والحين أصدقائنا صار وقت اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونستقبل أول اتصال مع فقرة تبي تفوز. وناخذ نوف. يا هلا يا نوف. نوف يا هلا يا نوف. نوف قصري على صوت التلفزيون، سمعيني من التلفون. اتفقنا يا نوف؟ نوف موجودة؟ نوف ولا مو موجودة؟ يا هلا يا نوف، شو اخبارك؟ انت في اي صف؟ السادس. صف السادس ولا الثالث؟ السادس. شلون رمضان وياك يا نوف؟ استعديتي ولا لا؟ هاي نوف. نوف سمعيني من التلفون، ما عليه تمر. اوكي يلا. ها هاي نوف، ايش بتسوين في رمضان ان شاء الله؟ بتصومين؟ ايه. يوم كامل ولا نص يوم؟ لا كامل. شاطرة، كفو عليك. استعديتي حق الامتحانات يا نوف؟ نعم. حلو، الله يوفقك. جنكوز ابي كلمه يا نوف، كلمي جنكوز. هاي يا نوف، جنكوز الحين يقول لك انه راح يبدا يقرقع من الحين في القرنقعه، انت ايش رايك؟ من اليوم؟ لا لا. سمعت يا جنكوز؟ قالت لك في نص شهر رمضان. لا يا جنكوز، كيفك انت قرقع بروحك، خليك بروحك، قرقع بروحك، احنا للحين ما بدينا في شهر رمضان يا جنكوز، صح ولا لا؟ صحيح. هاي يا نوف، جهزتي حق رمضان؟ رحتي الجمعية وشريتي الأغراض مع الوالدة الله يحفظها؟ إيه. حلو حلو يا نوف، جاهزة حق مسابقة أوجد الاختلافات؟ إن شاء الله جاهزة. راح تطلع لك على الشاشة الحين يا نوف صورتين، المطلوب أن أنت توجدين لي ثلاث اختلافات من هذه الصور الظاهرة على الشاشة. سمي بسم الله وتوكلي على الله يا نوف. نوف انا ما اسمع اجاباتك، لان عندك ما شاء الله الظاهر اخوانك واخواتك كلهم يحلون معاك الاختلافات. اللون. اللون يلا. صحيح، لون الدراعه اللي موجوده صحيح، اللي هي طبعا خضراء وزرقاء. هاي نوف، وعدد الليمون. ما سمعت يا نوف، صوتك بعيد. وعدد الليمون. طيب قولي لي مكان الاختلاف، مكان الاختلاف. طيب اللون ازرق تحت، اللون اللي على الباب. الاختلاف اللي على الباب صحيح صحيح، هذا هو الاختلاف الثاني يا نوف صحيح. بقالك اختلاف واحد بس يا نوف وتفوزين ويانا. الرسمة اللي على الطوفة صحيح يا نوف، هي مو برسمة لكن صحيح، هذا هو الاختلاف الثالث. مبروك عليك يا نوف، فزتي معانا بمبلغ قدره 500 ريال. مستمرين معاكم اصدقائنا، ناخذ اتصال ثاني واقول لك. شيماء. شيماء. الو. شو اخبارك يا شيماء؟ الحمد لله. استعديتي حق رمضان ولا لا؟ ايه. انت في اي صف؟ بروح اول. بتروحين صف اول؟ واستعديتي حق رمضان خلاص؟ ايه. الله يوفقك ان شاء الله. شيماء بسألك سؤال، انت مشاركه في مسابقه اوجد الاختلافات اليوم؟ لا. اوكي لا. طيب طيب يا شيماء، راح اعطيك الحين سؤال والمطلوب ان انت توجدين لي اجابه هذا السؤال. اتفقنا؟ اوكي. يلا نقول بسم الله. يا شيماء، ما المدينة التاريخية المشهورة في قطر والتي وضعت على لائحة التراث العالمي؟ ها يا شيماء، في حد كبير يساعدك في السؤال؟ ما؟ في حد يساعدك في السؤال؟ سؤال شوية بلا تركيز وصعب. يلا راح أعيد لك السؤال. ما المدينة التاريخية المشهورة في قطر والتي وضعت على لائحة التراث العالمي يا شيماء؟
الزبارة. الزبارة صحيح يا شيماء صحيح. ألف ألف مبروك فزتي معانا مبلغ قدرة 500 ريال يا شيماء. أصدقائنا الحين صار وقت اختبار طبعا جديد، ومعلوماتنا طبعا كلها راح تزيد مع فقرة مختبر مع جنكوز. فقرة مختبر مع جنكوز. يا هلا يا جنكوز، مجهز لنا تجربة جميلة اليوم. يلا خلنا نشوفها. حلو، تحدي الجاذبية. حلو، إذا أصدقائنا اسم تجربة اليوم هو تحدي الجاذبية. خلونا نتعرف طبعا على هذه التجربة مع جنكوز. نعم. أنا ما فهمت ولا شيء، أنا بشوف بعيني وأصدقائنا يبون يشوفون بعينهم يا جنكوز. خلاص؟ شكرا. باخذ هذا. يلا 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 يا جنكوز. غرشة ماء. حلو، غرشة ماي. طيب وبعد حلو، شاش الجروح. شاش الجروح يا جنكوز، ما تعرف تقولها، انا قلت عنها. نعم هاي جنكوز، هذا دليل جنكوز انك ما تعرف تسوي تجربة اليوم. لا يا جنكوز، شاش الجروح. صح، شاش الجروح. يلا يلا يا جنكوز. طيب حلو، ناخذ وعاء فارغ. طيب سلامة. شاش الجروح، هذه هي الخطوة الأولى. شاش الجروح. يلا ناخذ المقص. طيب قطعة صغيرة من شاش الجروح نقصها بالمقص. حلو، بعدين يلا خطوة بخطوة. شو يصير إذا كتلنا الماء؟ بيطيح في الوعاء. يعني الحين جنكوز بياخذ الماء وبيكته في الملة اللي موجودة، والماي ما راح يطيح؟ ما يطيح. أنا مو مصدق صراحة. تبي تثبت لي بالتجربة جنكوز؟ خل عنك سؤال فروني. يلا يلا يا جنكوز. شاش الجروح يا جنكوز. يلا، ما تعرف تقولها، أنا بقولها عنك. شاش الجروح. يلا شاش الجروح. على الغرشة. طيب أحط شاش الجروح على الغرشة. يلا وبعدين. حلو، بسكره بيدي. زين هاي جنكوز. يلا أعد، 1 2 3. يلا 1 2 3. صحيح صحيح يا جنكوز، ما شاء الله عليك يا جنكوز، تجربتك ناجحة. عطني التفسير العلمي. نعم. طيب لأن شاش الجروح طبعا في فتحات صغيرة. خلاص يا جنكوز فهمنا، يا جنكوز فهمت، عدني المعلومة مرتين الحين. إذا أصدقائنا اللي يقول لنا جنكوز أن بسبب الفتحات اللي موجودة على شاش الجروح، طبعا الماي يكون موجود على هذه الفتحات، وضغط الهواء من تحت يسكر على هذه الفتحات، وعليه أصدقائنا فإن الماي ما راح ينزل تحت في الوعاء. صح ولا لا يا جنكوز؟ صحيح. ما تبي تقدم فاصل؟ خلاص ما تبي تقدم فاصل، إذا أصدقائنا فاصل ونواصل. إذا أصدقائنا من بعد تجربة جنكوز الجميلة الحين ننتقل إلى معجون ومغامرات معجون في هذه الفقرة. Oh,
ears. Wait. What? What are you doing? Oh, wait. 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 Oh, نكمل معاكم ومع اتصالاتكم أصدقائنا وأسئلتنا المنوعة في فقرة تبي تفوز. وناخذ الاتصال اللي راح يشاركنا مسابقة تعرفونه مع المياسة. يا هلا يا المياسة. ألو. ألو. شخبارك يا المياسة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شخبارك يا المياسة؟ تمام. أنت في أي صف؟ الروضة. في الروضة. استعديتي حق رمضان يا المياسة؟ جاهزة؟ ايه. حلو، بتروحين تصلين مع أمك في المسجد صلاة التراويح؟ ايه. كفو عليك يا المياسة. جنكوز يبي كلمك يا المياسة، كلمي جنكوز. المياسة هاي المياسة، جنكوز يعطيك حلاوة، يقول ايش تبينها ولا لا؟ مشكور. هاي المياسة. أنا أحبه. خلاص يا المياسة، خلي تحبك وايد يا جنكوز. جاهزة. وجنكوز بعد يحبك يا المياسة. المياسة جاهزة حق مسابقة تعرفونه ولا لا؟ جاهزة. جاهزة؟ يلا أنت جاهزة وأنا جاهز. بس يا المياسة سمعيني من التلفون طيب، وقصري على صوت التلفزيون. اتفقنا؟ يلا اتفقنا يا المياسة. راح أعطيك الحين أربع مفاتيح، المفاتيح هذه راح تدلك على حيوان معين. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا نقول بسم الله يا المياسة. المفتاح الأول اللي هو من فصيلة الثدييات. المفتاح الثاني يتميز بأذنيه الطويلتين، يعني أذنه طويلة يا المياسة. أكمل؟ شو؟ يلا أكمل. يفضل كثير من الناس اصطياده في البر، في ناس يصيدونه بالبر. أكمل؟ ولا عرفتي؟ يلا المفتاح الأخير يا المياسة اللي هو يحب أكل الجزر. أرنب. الأرنب. أثبت ولا لا؟ أثبت. نثبت ونشوف هل إجابة المياسة صحيحة ولا لا؟ ما تعرفونه.
الأرنب. تستطيع الأرانب أن تقفز بسرعة 30 كيلو متر في الساعة. قوائم الأرانب الخلفية أطول وأقوى من قوائمها الأمامية، وهذا ما يساعدها على الوثب. تسكن الأرانب البرية في جحور تحفرها في الأرض. تتميز الأرانب بوجود أسنان قاطعة في مقدمة فكها. تشتهر بقوة حاسة السمع التي تساعدها على التنبؤ بقدوم الخطر. تختلف الأرانب عن بعضها البعض في اللون. إجابتك صحيحة يا المياسة بالفعل، اللي هو الأرنب. ألف مبروك عليك، 500 ريال. مستمرين معاكم أصدقائنا، ناخذ اتصال ونقول له ألو. يا هلا يا أنيس. ألو أنيس. شكرا. ألو أنيس، معاي أنيس. أنيس اسمعني من سماعة التلفون وقصر على صوت التلفزيون. ألو هاي أنيس، موجود ولا لا؟ أنيس. 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 ألو. نعم. شو أخبارك يا أنيس؟ خير. أنت في أي صف؟ الثالث. صف الثالث. جاهز حق رمضان يا أنيس؟ نعم. تصوم؟ ولا تصوم نص يوم؟ نعم. هاي أنيس، تصوم يوم كامل ولا نص يوم؟ يوم كامل. يوم كامل، شاطر يا أنيس، كفو عليك. أنيس سمع يعني بعد السماعة شوي، من بعد السماعة شوي يا أنيس. ألو ألو. هاي أنيس. ألو ألو أنيس. معاي للحين يا أنيس؟ إيه. يلا أنيس، تصلي صلاة التراويح مع أبوك في المسجد ولا لا؟ نعم. حلو، كفو كفو عليك يا أنيس. يلا راح الحين راح أعطيك مسابقة أوجد الاختلافات. راح تطلع لك الحين على الشاشة صورتين، أوجد لي ثلاث اختلافات من هذه الصور الظاهرة على الشاشة يا أنيس. يلا عطني الاختلاف الأول. الأعمدة. الأعمدة صحيح، الأعمدة اللي موجودة طبعا أعلى الصورة. الغسيل. هاي أنيس. الغسيل. وين مكان الاختلاف يا أنيس؟ النافذة. صحيح، النافذة الصغيرة اللي موجودة على اليمين، هذا هو الاختلاف الثاني. وطبعا يا أنيس انت مساعة قلت لي ان الأعمدة اللي موجودة اعلى الصورة، هذا هو الاختلاف الثالث. صحيح؟ الأعمدة. صحيح، صحيح. الأعمدة اللي فوق أنيس انت عطيتني اياها في البداية. بالفعل هذه هي ثلاث اختلافات يا أنيس، واختلاف احنا عطيناك اياه مساعدة تستاهل يا أنيس. ألف مبروك عليك، 500 ريال. مستمرين معاكم أصدقائنا ونقول له ألو. يا هلا يا محمد. ألو. معي محمد. ألو. يا هلا يا محمد. ألو 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 محمد. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا يا محمد، شو أخبارك؟ خير. أنت في أي صف يا محمد؟ الثالث. صف الثالث. شلون استعداداتك حق رمضان؟ الحمد لله. إن شاء الله بتصوم رمضان كامل؟ أكيد. إن شاء الله بإذن الله. تصلي التراويح في المسجد ولا لا يا محمد؟ إيه صلي. حلو، كفو عليك. امتحاناتك راح تكون في رمضان، جاهز لها ولا لا؟ لا لا مو برمضان. شلون؟ بدينا من الخميس هذا. بديتوا يوم الخميس، حلو، يعني بتخلص قبل رمضان. إيه يعني عندك مجال كبير في رمضان ان انت تتفرغ حق الصيام والصلاه، صح ولا لا؟ ايه. وقراءه القران في نفس الوقت يا محمد، كفو عليك، الله يتقبل منا ومنك ان شاء الله صالح الاعمال. جاهز حق مسابقتك ولا لا؟ ايه جاهز. يلا جاهز، انت جاهز وانا جاهز. سؤالك يقول يا محمد، اين يقام سباق الهجن في قطر؟ الشحال.
الشحانية صحيح يا محمد. ألف ألف مبروك، فز معي بمبلغ قدره 500 ريال. مستمرين أصدقائنا في نفس الوقت مع اتصالاتكم، ناخذ الاتصال اللي راح يشاركني فقرة لغز ونقول له. معي حسين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، شو أخبارك يا حسين؟ طيب حسين، جاهز حق رمضان ولا لا؟ جاهز. حلو، إن شاء الله ناوي تصوم رمضان كامل؟ إيه إن شاء الله بإذن الله. بتصلي التراويح في المسجد مع أبوك ولا لا؟ أصلي إن شاء الله بإذن الله. عندك خطة معينة حق قراءة القرآن في رمضان يا حسين؟ إيه. كم جزء بتقرأ إن شاء الله؟ كامل كامل. جزئين. جزئين، إيش رأيك تختم القرآن كامل؟ تقدر ولا ما تقدر؟ أقدر. تقدر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب يا حسين، رحت مع الوالدة الجمعية، جهزتوا أغراض رمضان، شريتوا كل شيء؟ إيه. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا حسين. ولغز جنكوز جاهز له ولا لا؟ جاهز. حلو، جاهز. هاي جنكوز، جاهز حق فقرة لغز؟ قرقعوا. مع حسين؟ ولا القرنقعوا؟ قرقعوا. لا ما يصير يا جنكوز، فقرة لغز. صح ولا لا؟ يلا يا جنكوز، عطنا لغز اليوم. ركز عدل يا حسين عشان تقول لي جنكوز شو يسوي. صحيح يطبخ، لكن يطبخ شنو بالضبط؟ حلا. شوف جنكوز الشي يطبخ بالضبط. هاي حسين يطبخ حشاء. لا لا، يطبخ أكلة معينة، لازم تقول لي شنو هي هذه الأكلة يا حسين. حريش. هريس صحيح يا حسين، صحيح. ألف ألف مبروك، فزت معانا بمبلغ قدره 500 ريال يا حسين، كفو عليك. هاي يا جنكوز، جهز الهريس. تحب الهريس ولا لا يا جنكوز؟ مشكور، يعطيك العافية. طبعا الهريس والثريد من الوجبات الرئيسية في رمضان، صح ولا لا؟ اوكي مشكور يا جنكوز، تعال. هاي هو الهريس. جاهز يا جنكوز حق رمضان؟ انا سالت اصدقائنا بس ما سالتك انت. انت جاهز حق رمضان؟ ان شاء الله يا جنكوز راح تصوم رمضان كامل. شاطر يا جنكوز، شاطر، راح تصوم رمضان كامل وبتصلي التراويح يا جنكوز في المسجد ولا لا؟ كفو عليك، كفو عليك. عندك خطه حق قراءه القران؟ كامل. نعم. كل أسبوع تدي معنا تدي معنا تدي معنا ولا تدي معنا ولا تدي معنا. ما شاء الله عليك يا جنكوز. نعم. ليلة القدر. حلو حلو يا جنكوز. أنا بقول لكم أصدقائي جنكوز شو يقول. جنكوز فاجأني أنه يقول لي أنه في كل يوم راح يقرأ، في كل يوم من أيام رمضان راح يقرأ جزء من القرآن الكريم، على أساس أنه خلال 30 يوم من رمضان يكون جنكوز ختم القرآن الكريم كامل. صح ولا لا يا جنكوز؟ حلو. وناوي في نفس الوقت أنك تقوم أو أنك تصلي قيام الليل في ليلة القدر، صح ولا لا؟ قل قل بل 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 بل. ايه قرنقعو. والقرنقعو بعد القرنقعو. الحين احنا جنكوز، احنا طبعا انت بتحتفل بالقرنقعو، وانت اول من احتفل بليله القرنقعو صح؟ يعني انت راح تكون موجود مع اصدقائنا وراح تحتفل مع اصدقائنا بليله القرنقعو. كفو عليك يا جنكوز، خلاص انا ما راح اقول لك شيء. بس جنكوز في اشياء في رمضان بقول لك عنها صح؟ احنا طبعا المفروض يا جنكوز مو بس في رمضان نراعي هالاشياء، في كل الايام، لكن دام ان رمضان طبعا رمضان شهر الخير وشهر البركه اصدقائنا، لان شهر رمضان هو شهر الخير وشهر البركه، راح نقول مجموعه من الصفات اللي المفروض ان الانسان المسلم يتحلى فيها، صح ولا لا يا جنكوز؟ لازم الواحد يكون خلوق، صح ولا لا؟ لازم يحترم الناس والناس يبدونه بالاحترام واخلاقه تكون عاليه، صح ولا لا؟ طبعا هذا مو في رمضان بس، في كل السنه، لكن احنا نذكر بهذه الصفات من رمضان. واللي مثلا يا جنكوز عنده خلل في صفه معينه ولا عنده شيء مثلا هو
ما يؤدي بالشكل الصحيح يبدأ بداية صحيحة من رمضان، صح ولا لا؟ يعني لو أصدقائنا مثلا ما يحافظون على صلواتهم الخمس في المسجد يبدؤون من رمضان يصلون صلوات كلها من المسجد، صح ولا لا؟ في صلاة الجماعة. بس جنكوز بقول لك شيء، إذا الواحد مثلا نوى أنه يصلي كل الصلوات في المسجد، صلوات الخمس إن شاء الله صلاة الجماعة، لازم بعد رمضان بعد يكمل عليها، صح ولا لا؟ ما يكتفي بس في رمضان. يعني جنكوز أنا الحين يعني بسألك سؤال، راح تحافظ على صلواتك الخمس جماعة بعد رمضان ولا بس في رمضان؟ على طول، صح ولا ليش يا جنكوز؟ صحيح، عشان الواحد يدخل الجنة، صح ولا لا؟ في نفس الوقت يا جنكوز أحب أذكرك شيء معين، أذكر أكيد ترى إحنا عندنا فاصل الحين، صح ولا لا؟ قدم الفاصل يا جنكوز، يلا. كتاب مبارا لا 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 مبارا لا 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 مبارا لا يا كموف مبارا لا 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 مبارا لا 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 مبارا. قدم الفاصل يا جنكوز. جنكوز انت تقرأ نشرة أخبار، هذا مو فاصل. تقدم فاصل ولا قد ما أنا؟ يلا يلا يا جنكوز. كتاب مبارا لا 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 مبارا لا 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 فاصل 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 والحين أصدقائنا صار وقت استعراض أعمالكم اليدوية اللي طبعاً طرشتوها لنا قبل، بس طبعاً قبل ما نشوف الأعمال اليدوية اللي موجودة عندي هنا في الاستديو خلونا نشوف عمل الأسبوع الماضي ونتذكره مع بعض. طبعاً مثل ما هو ظاهر لكم على الشاشة أصدقائنا، واللي هو سمكة القرش. إذن سمكة القرش هي التحدي لليوم، وصلنا طبعا على استديو نادي الأصدقاء اليوم 24 عمل، وال24 عمل أصدقائنا يتنافسون طبعا على 3 جوائز. قيمة الجائزة الواحدة 500 ريال، يا ترى من اللي راح يفوز؟ الله أعلم، راح أقول لكم الأسماء بسرعة وإحنا نشوف الأعمال. طبعا العمل الأول من عند زهرة وجابر وخلود ودهمم وفي ونورة ومحمد وعائشة وشيماء وهديل وريم وعلي وعبد العزيز وجاسم ووسيمة بعد والمياسة، هدى، نور، تركي، فيصل وماجد. طبعا أصدقائنا حتى طاولة جنكوز فيها الأعمال، يعني مو بس طاولتي بس. إذن وصلنا عند هدى ونور وتركي وفيصل وماجد وعبد العزيز وسيف ومحمد. أنا طبعا هني أصدقائنا عندنا مجموعة من الأعمال، المجموعة طبعاً من الأعمال الجميلة جداً، في نفس الوقت طاولة جنكوز فيها عدد كبير من الأعمال في نفس الوقت، صح ولا لا يا جنكوز؟ طبعاً عندك وعندي في نفس الوقت. احنا طبعاً جنكوز قلنا 24 عمل، 24 صديق كلهم يتنافسون. أسماءكم أصدقائنا جهزناها في الصندوق اللي عند جنكوز اللي هو صندوق القرعة، صح ولا لا يا جنكوز؟ تفضل عندي؟ يلا تفضل عندي يا جنكوز. طبعا جنكوز بسألك سؤال، شنو لون سمكة القرش؟ الأزرق. الأزرق، صح ولا لا؟ رمادي أزرق، رمادي أزرق، أزرق، أزرق رصاصي بينهم، صح؟ لكن ما شاء الله عندنا هالعمل اللي هو مثل ما احنا نشوفه اللي هو طبعا من عند عائشة، سمكة قرش صفرة لونها طبعا جميل وابتكاراتها جميلة. في نفس الوقت عندنا الأحمر من عند عبد العزيز، سمكة قرش حمراء. في نفس الوقت يا جنكوز عندنا أزرق، صحيح عندنا الأزرق هناك، عندنا الأخضر، عندنا في نفس الوقت أصدقائنا الوردي اللي هو عمل من؟ عمل وسيمة. هذا هو عمل وسيمة اللي هو طبعا سمكة قرش وردية، وعندنا أيضا الأسود وعندنا الأزرق وعندنا الأخضر، صح ولا لا يا جنكوز؟ طبعا احنا استعرضنا مجموعة من الأعمال الجميلة، طبعا الكل جميل لكن الأعمال اللي ألوانها مختلفة شوي وغريبة وعجيبة، صح ولا لا؟ نروح نطولتك نشوف الأعمال بعد. عندنا في نفس الوقت هالعمل اللي هو الأخضر من عند علي، علي صالح من عند علي. إذا أصدقائنا هذه سمكة قرش خضراء ومجموعة كلهم، يعني يا جنكوز كلهم صراحة ابتكارات جميلة، صح ولا لا؟ حتى العمل اللي موجود عند يدك، حتى هالعمل اللي هو من عند نورة سالم بعد هالعمل جميل أصدقائنا، يعطيك العافية يا نورة.
الأعمال كلها جميلة، لكن جنكوز يعني الحق لازم يقال أن كل الأعمال جميلة، كل الأعمال تستاهل الفوز، ولكن ثلاث أعمال من بين 24 عمل أصدقائنا هي اللي راح تفوز. 21 عمل خسران ويانا، وثلاث أعمال هي اللي فايزة ويانا. طبعا أصدقائنا ما في حد خسران مع برنامج نادي الأصدقاء. مشكور يا جنكوز، خلنا أكمل كلامي. إذا أصدقائنا ما في حد خسران في برنامج نادي الأصدقاء. الهدف طبعا أن احنا نستفيد من الأشياء اللي موجودة عندنا ونسوي لها إعادة تدوير للاستفادة منها، صح ولا لا يا جنكوز؟ أنت بتاكل حلاوة؟ أنا بخلي حلاوتي عندك هنا ولا بحطها داخل في القرش؟ طيب نعطيها القرش. تعال جنكوز إذا على طاولتي، خلونا نختار أصدقائنا ثلاث أعمال. يلا جنكوز، يلا خذ راحتك يا جنكوز. واحد، ثلاثة، يلا خلاص نقول بسم الله. بسم الله. هذا هو، شفت الاسم يا جنكوز؟ تعرف من؟ لا. إذن أصدقائنا الفايز الأول معانا واللي هو ماجد محمد. ماجد محمد صاحب العمل 21، يعطيك العافية يا ماجد. دور لي 21 يا جنكوز. هذا هو أعتقد، خلنا نتأكد من الاسم. هذا 12 يا جنكوز، ما تعرف تقرأ؟ كان ماجد محمد. صحيح، عندك أنت. أنا اللي عندي 12. صحيح يا جنكوز، هذا هو. خلنا نشوفها جنكوز، طبعا هي صغيرة وهذه هي من الابتكارات، سمكة قرش صغيرة. يعطيك العافية يا ماجد محمد، صراحة جميلة جدا، تستاهل طبعا الفوز ويانا. مبروك عليك 500 ريال يا ماجد. باقي جائزتين أصدقائنا، يلا يا جنكوز. خلاص اختار لي اياها انت يا جنكوز، عطني الورقه على راحتك. هذه هي، تعتقد من يا جنكوز؟ انا بقول لك شيء جنكوز، يعني الاسم من الاعمال اللي احنا استعرضناها. ما تعرف من؟ متاكد؟ الفائز الثاني معانا اصدقائنا نوره سالم العذبه، صاحبة العمل رقم 6. يعطيك العافية يا نورة. عملها هناك يا جنكوز اللي مساعة استعرضناه. يعني جنكوز ما تعرف تدور الأرقام؟ شوف هذا رقم 6 من بعيد، صح ولا لا؟ صحيح، هذا هو عمل نورة. طبعا استعرضناه أصدقائنا، ولكن استعرضه للمرة الثانية. يعطيك العافية يا نورة، ألوانها طبعا أيضا جميلة ومختلفة، ومن الأعمال أيضا اللي احنا أبدينا فيها إعجابنا قبل القرعة، واستحقت الفوز أيضا في القرعة. مبروك يا نورة، مبروك عليك 500 ريال. الجائزة الأخيرة، الثالثة والأخيرة لحلقة اليوم، يا ترى أصدقائنا راح تكون من نصيب من؟ هذا اللي راح نعرفه من قرعة جنكوز. يلا يا جنكوز. خلصت؟ يلا قول بسم الله. نشوف استعرضناه من ساعة ولا لا؟ لا ما استعرضناه، ما استعرضناه. ما تعرف من؟ لا. طبعا هو في رقمين، لكن الرقم اعتقد اللي موجود على اليسار اللي هي عايشة محمد صاحبة العمل الثامن. عايشة محمد صاحبة العمل الثامن، يعطيك العافية يا عايشة، ألف مبروك الفوز. أصفر. صحيح، من الأعمال أيضا اللي إحنا أصدقائنا كنا اقترحناها طبعا للفوز، هذه هي طبعا سمكة القرش الصفراء من عند عايشة محمد. ألف مبروك لك يا عايشة، وفي نفس الوقت أيضا للأصدقاء اللي فازوا معانا في فقرة اصنع واربح اليوم. خلونا نشوف فقرة اصنع واربح وتحدي الحلقة القادمة.
إذن أصدقائنا شفنا عمل الثعلب هو راح يكون تحدي الحلقة القادمة بإذن الله، صح ولا لا يا جنكوز؟ صحيح. إذن أصدقائنا طبعاً أحب أبارك لكل الفايزين معنا للحين، إحنا عندنا مسابقات وجوائز كثيرة، اللي ما اتصل اليوم ينتظرنا الأسبوع الجاي في نفس الموعد ونفس اليوم، وشاركونا أيضاً بأراءكم وأفكاركم على هاشتاغ برنامج نادي الأصدقاء. وفي نفس الوقت يا جنكوز ليلة القرنقعو راح تكون في سوق وقف. صحيح، في سوق وقف في كل مكان، لكن راح تكون في نصف شهر رمضان، صح؟ ليلة 15 من رمضان. ما وصيكم أصدقائنا بالأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل. أشوفكم على خير، في أمان الله.